أهلا بكم مشاهدي قناة بلقيس أينما كنتم إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان، ونحن معكم اليوم في محطة جديدة من محطات البرنامج. هذه المرة ستذهب بنا الرحلة إلى قصة معاناة جماعية توضح جزءا من الصورة الكبيرة لبلاد يعيش معظم مواطنيها خارج الزمن، منطقة تفتقر لأبسط الخدمات ومع ذلك يمضي الأهالي حياتهم هناك بكفاح منقطع النظير. أهلا ومرحبا بكم. في معركة الحياة تتعدد أوجه المعاناة المنسيين في قرى ومناطق اليمن، فمن يفلت من الموت لا يفلت من الجوع، ومن أفلت من الجوع لا يفلت من المرض والأوبئة. وفي عباب إحدى مناطق مديرية الأزارق في محافظة الضالع تنبئ ملامح الساكنين عن مأساة لم يعرها أحد اهتماما يذكر. يفتقر الأهالي لمركز صحي أو عيادة، فيما يصعب عليهم السفر إلى مشافي المدينة في ظل وعورة الطريق وارتفاع التكاليف. عالقون في الجبال ومنسيون من حسابات الجميع، لكنهم يواظبون على حياتهم وحيدين في مواجهة كل شيء. برنامج حيث الإنسان وصل إلى هذه المناطق وفيها وثق هموم ومعاناة المواطنين، ثم حاولنا ترك بصمة هناك. دعونا نتابع لنرى ما الذي فعله حيث الإنسان في عباب بالأزارق في الضالع. هنا عباب، القرية المنسية في أقصى مديرية الأزارق بمحافظة الضالع. في الطريق تتجلى الشراكة في الكفاح مع فارق أكبر لهذه الشريحة، فالجميع في رحلة شاقة من أجل البقاء. كأن لا بشر هنا ولا حياة، ففي هذه المنازل تتوارى صور أجساد هدتها الأمراض والحميات، فيما لم تجد مركزاً صحياً لمداواتها. الناس هنا يعني ما نملك أي شيء، يعني عندنا قدامك الأرض كيف يعني ما نحصل حتى شربة ماء الناس يعني نظيفة. الآن أكثر أمراضنا هنا في المنطقة هذه هو تلوث المياه، ما فيش عندنا مياه صحية بالأساس يعني. طبعا يعني المنطقة يعني تشوف كه منطقة يعني ناس فقراء ضباح ما فيش معهم أي شيء أي دخل يعني. ثمة بشر لا يقدرون على التخلص من معاناتهم، لكنهم يتذكرون جيدا من خذلهم. منسيون في بلاد قاحلة وجافة يجلدها الحرمان، وأطفال يتشبثون ببعض أمل يحملونه في حقائبهم. وحده هذا المبنى الشاهد الوحيد على مرحلة حاضرت فيه الدولة قبل أن تغيب. أما هذا المبنى فكان نتاج مساهمات الأهالي أنفسهم بغرض إنشاء وحدة صحية للمنطقة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 6000 نسمة. يحاول حيث الإنسان تلمس هذا المبنى الفارغ من كل شيء بعد أن عجز الأهالي عن توفير أجهزة وأدوات لتشغيله. مبنى الوحدة الصحية كان في بال كل مواطن، وكنا يعني
نحمس هكذا أنفسنا أن احنا نبني وحدة صحية وكذا، لكن ظروف الناس كانت في ذاك الوقت قاسية يا أخوي. حتى الآن عندما يعني كثر سكان القرية وبعدنا أيضا عن المحافظة والمديرية، نبعد خارج نطاق زمام السكاني للمركز الصحي، وإشكاليات مثل يعني الإسعافات الأولية، مثل يعني حدوث يعني أي شيء يعني مريض في القرية وكذا، نعاني يعني معاناة كبيرة لما نسعفوا إلى المحافظة وإلى المديرية. كان يمكن لهذا المبنى أن ينقذ حياة العشرات من سكان هذه المنطقة الموزعة على 3 قرى وهي تحاول الوصول إلى المشافي البعيدة. لو كانت الوحدة الصحية تعمل يعني من قبل هذه الفترة أو قبل الفترة زمنية، كانت ستوفر للناس كثير من الخدمات، من ضمنها معناته أنه بعض الأحيان الإسعافات حتى البسيطة، يعني بداية آلام المرأة في المخاض وكذا، يعني ممكن تسعفها إلى الضالع تكلفك يعني فوق حدود 20,000، أكثر من 20,000 الإسعاف، ما بالك بعد الأمراض وكذا، وهي ما تحتاج إلا فقط مغذيات ممكن تعيد لها نشاطها عندما ترهق وتتعب. الشيء الثاني بعض الأحيان الأمراض البسيطة، فحوصات لما تتكلف الناس إلى المحافظة، مركز المحافظة، لأنه حتى في المديرية لا يوجد إلا مركز صحي ماشي متوفر فيه أي شيء. لا يتمنى أهالي هذه المنطقة المحرومة من كل شيء غير مركز صحي يوقف نزيف حياتهم ويختصر المسافة بينهم وبين مشافي المدينة. لم يعد يحلم كبار السن كما يفعل الآخرون بعد أن رافق الحرمان أعمارهم الطويلة، حتى صاروا يتوارون خلف يأسهم كلما سأل سائل. لقد ضاقت الأرض بأهلها، لكن السماء رحبة وواسعة تكتب للبسطاء أقدارهم. عبر هذه الطريق يمكن الوصول إلى القرية المستهدفة والشروع في تأثيث حلم عجز الأهالي عن تأثيثه. لو كانت الوحدة الصحية تعمل لكانت الأمهات في صحة جيدة والأطفال. الآن نصهم يعانون من سوء التغذية. في حال تجهيز المبنى سيحقق الكثير من الحالات، بعض الحالات مثلا يحصل عندهم نزيف بعد الولادة أو قبل الولادة، ونضطر أنهم مثلا بصعوبات الطريق ونسعفهم للمركز الصحي أو لما الضالع ويجي إلا خلاص قهن وفاة أو مسمى. والله لو تجهز هذا الوحدة الصحية والله بيكون يعني قطعنا شوط كبير. يعني أولا أنه نحن مستفيدين القرية هذه والقرى اللي حولنا، مريضك معاه بتوديه إلى منطقة بعيدة، تكون خدمة أولية للناس كلهم هنا في المنطقة هذه، إسعافات أولية، يعني كل شيء بيكون يعالج هنا إلا الحالات المستعصية، يعني بتسعفها إلى خارج المنطقة، يعني بيكون لنا يعني حلم كبير قطعنا وشوط كبير فيها إذا جهزها، يعني شيء طيب يعني، ونحن نحلم به من زمان مش من اليوم، يعني كأنه حاجة جاءتنا يعني مفاجأة. ليس هذا سوى جزء بسيط من أحلام هؤلاء وحاجتهم الأساسية للبقاء في هذه المنطقة. هكذا كانت وهكذا أصبحت.
لن يضطر معظم أهالي عباب والقرى المحيطة للسفر إلى مشافي الضالع بعد اليوم، فقد صار لديهم مركز صحي لأول مرة منذ عقود. ثمة فرصة أيضاً ليساعد أبناء القرية من الكادر الطبي أهلهم في تشغيل المركز وتقديم الخدمات للمرضى. نؤدي إن شاء الله الرعاية الصحية الأولية والإسعافات الأولية لأهالي قرية عباب وما حواليها من قرى، ستكون إن شاء الله الخدمة مقدمة لهم بكل ما تعنيه الكلمة. سنقدم الرعاية الصحية الأولية والإسعافات الأولية أيضاً في أطفال يعانون من سوء التغذية ونساء الولادة عندما نحتاج إلى توليد. تكلفة سعر السيارة إلى الضالع مكلفة جداً عند المواطنين، ما يقارب 25,000 ريال يمني، والناس في هذه القرى أمس حاجة إلى تقديم سرير للنساء التوليد في هذه الوحدة الصحية لتوليد النساء في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة واسعة جداً، منها مناطق براط وقصابة والنجد ونعمان والقفلة وعباب والغيل والشحات والنجد، كل هذه المناطق إن شاء الله ستزور هذه الوحدة الصحية للتوليد فيها. لا يعرف إلى متى ستستديم هذه الابتسامة على الوجوه، لكنهم أبناء هذه الأرض وسيبتسمون رغم كل شيء. إذن تابعنا هذا المشروع وما قدمه برنامج حيث الإنسان، وهو شيء بسيط يستحقون أهل المنطقة الكثير، لكن أمام هذا المشروع كما تابعنا أيضا ما زال الكثير حتى يستمر هذا المشروع في إنقاذ أهالي المنطقة. دعوة نوجهها لمكتب الصحة في الأزارق والمنظمات المعنية إلى مد يد العون، خاصة في دفع مرتبات الطاقم الطبي حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم وعملهم، وهو طاقم ربما لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، لكن هذا الجهد ربما مع باقي الجهود
سيدعمهم ويمكنهم من تحقيق إنجاز ينقذ العديد من الأرواح ويخفف على المرضى معاناة لا يعلم بها إلا الله وأبناء هذه المنطقة. ونحن شاهدنا معا الصعوبات والتحديات الماثلة أمام أبناء هذه المنطقة من وعورة الطريق إلى أمور أخرى ربما. كانت قصتنا اليوم إذا من عباب في الضالع في الأزارق، لكن الأسئلة والأجوبة بالتأكيد ستكون جميعها من هذه القصة. نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، بإمكانكم المشاركة معنا من خلال الأرقام الموجودة معكم الآن على الشاشة. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ معكم عزام ياسر. عزام أو عدنان؟ عزام ياسر. عزام ياسر، من فين يا عزام؟ من محافظة العدين، مديرية العدين. العدين محافظة ولا مديرية؟ مديرية. والمحافظة إب. أيوة. كم عمرك يا عزام؟ عمري 13 سنة. تتابع البرنامج يوميا؟ أيوة نعم. طيب. أنا اليوم فاتني القصة. اليوم تابعت؟ فاتتني القصة اليوم. ليش؟ لأنه جاء اليوم مطر والإشارات متعبة. طيب، أنا ذكرت يعني هو سؤالي عن المنطقة، أنا قبل ما تكون معنا على الهواء ذكرت أنا بعض المعلومات، إن شاء الله توفق. أنا بسألك سؤال وإن شاء الله يكون لك نصيب. منطقة عباب هي في أي محافظة؟ تمام. في أي محافظة؟ عباب. عباب الأزارق في أي محافظة؟ يا عزام في اختيارات. مش في لحج، مش في لحج، في محافظة جنب إب. أي شيء؟ ما فيش مساعدة. هو نساعدك الآن. لحج غلط، أنت قلت لحج غلط. هي في محافظة قريبة من إب، لا لحج ولا تعز. يلا إيش؟ لا مش لا تعز ولا لحج. محافظ ايش المحافظه اللي جنب الضالع؟ جنب اب. قد غلط انا وقلت صنعاء. صنعاء. انا عاد انا قبل شويه غلط، قد جاوبت لك انا اديت لك الاجابه غلط انا. لا صنعاء ولا لحج ولا تعز، ايش؟ جنب إب. ساعدني كم ثلاثة اختيارات لو سمحت. ايش المحافظة اللي جنب إب؟ ايش القريبة من إب؟ لاحق وتعز. غلط. قد غلط غلط أنا قد قلت لك الإجابة، قلت المحافظة أنا. المحافظة؟ أيوه. عباب الأزارق في أي محافظة؟ حضرموت. جنب إب. ايش المحافظة جنب إب؟ من اللي جنبك؟ اسأل اللي جنبك. حضرموت بعيد. عاد باقي واحدة ثانية غير تعز. دمت. اي شيء؟ صنعاء. دمت في صنعاء. جنب إب دمت. لما تنزل عدن. لما تنزلوا عدن، لو سافرت عدن، ايش المحافظة اللي تمشي بها لما تنزل عدن؟ هيا يا عزام. يا عزام هات لي واحد من الكبار اللي جنبك. اتفاهم معه، هات ولي امرك. يا عزام. لا ما في. يا عزام. هات لنا واحد من الكبار اللي جنبك نتفاهم معه، هات ولي امرك. ما فيش احد، ما بقول انا واخواتي والباقي ما فيش احد. طيب ما فيش احد، خلاص انا شدي لك اختيارات. ادي لك اختيارات. ايوه.
أدي لك اختيارات، لحج، حضرموت، الضالع. الضالع. مبروك 50,000 ريال إجابتك صحيحة. وين الضالع؟ تعرف الضالع أنت؟ أنا لا عاد أنا ما أعرف إيش. طيب تمام، يلا مبروك لك عزيز. مبروك مبروك. الله يبارك. الله يبارك. مبروك. اتصال. ألو. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خواتم مباركة. علينا وعليك إن شاء الله بالصحة والعافية. من معنا؟ يسلم. يسلم. يا يسلم من في من أي محافظة أنت؟ من إنماء. من إنماء؟ عدن. من عدن. طيب ليش ما تقولش عدن على طول إنماء؟ أنت قلت كنا نذكر المناطق. لا كيف يعني؟ خلاص أنا قلت خلاص داخل عدن لا عاد تكونوا شو تقولوا عدن، تذكروا المناطق. أيوة أيوة نكون نذكر المناطق. أيوة أنت حافظ إيش أقول أنا؟ ها؟ أكيد يعني نتابعك بداية رمضان نحاول ما مسك الخط الآن الحمد لله. الحمد لله يا إسلام. يا إسلام سؤالي لك وسهل وبجاوب السؤال. إيش اسم القرية اللي استهدفها المشروع اللي فيها المشروع الوحدة الصحية؟ القرية اسمها؟ أيوة قرية عباد. يا سلام عليك مبروك لك 50,000 ريال إجابة صحيحة يا إسلام. محافظة الضالع. يا سلام عليك عباب الأزارق الضالع مبروك لك 50,000. الله يبارك فيك. شكرا لك يا اسلام. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا لك. اتصال. طيب نروح للسحب، نختار ثلاثة فائزين. نبدأ بأول فائز. سؤال أمس كان السؤال يقول إلى أي مدينة نزحت أسرة أم سهيل، وكانت الاختيارات الثلاثة هي جعار، زنجبار، الحوطة. الإجابة الصحيحة الاختيار الثاني زنجبار. لدينا 47,191 إجابة وصلت عبر الواتساب. عدد الإجابات الصحيحة 35,022. ومبروك لأول الفائزين. بسم الله. مبروك للفائز صاحب الرقم 77320-3597. مبروك إذا للفائز صاحب الرقم 77320-3597. مبروك للفائز الأول معنا عن سؤال حلقة أمس، ولاحقا سنجري السحب ونختار فائزين أيضا. لدينا اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. من معي؟ نعم صدام محمد إسماعيل. صدام. صدام محمد إسماعيل. صدام محمد إسماعيل. من فين يا صدام؟ من الحديدة. من الحديدة. حياك يا صدام. صدام تابعت الفيلم؟ تابعت الفيلم؟ أيوه تابعت الفيلم. طيب السؤال، ايش ابرز الامراض اللي منتشره في منطقه عباب بالازارق؟ ايش اكثر مرض منتشر؟ الاوبئه. الاوبئه ايوه. ومسمع حاله النساء والاولاد اللي في الطريق. لا لا مش الصعوبات، في 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 امراض منتشره عندهم كثير، يعني يعني بسبب ربما الفقر قلة التغذية. ايش يسمون المرض هذا؟ سوء التغذية. سوء التغذية. وايش كمان؟ الأوبئة ايضا والحمية وليش؟ قام سوء التغذية والأوبئة والحمية. مبروك لك 50,000 ريال صدام. صدام الحمية. مبروك مبروك لك 50,000 إجابتك صحيحة. كم الثانية؟ عفوا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. من معنا؟ لامي عبد العلي مالك. من؟ لامي عبد العلي مالك. لامي. أيوة. لامي ولا سامي؟ لامي عبد العلي مالك. ما معك اخ اسمه سامي؟ لا. ايش معنى لامي؟ الله علم علمك. كيف ما انت داري ايش معنى اسمك؟ لا. لامي لامي اول مره اسمع بهذا الاسم، بس شكله الاسم حلو ان شاء الله. ها؟ يا لامي. ايوه نعم. من فين يا لامي؟ من عدن.
من عدن، حياك يا لامي. كيف الوضع عندكم؟ الله يحييك. ها الله يقوم حما حما سهل الحما، بس كيف الكهرباء طافي؟ الأمور الأخرى كيف؟ الله هذه الأمراض والله تمام. الله يعينكم إن شاء الله ويعين الجميع إن شاء الله. الجميع إن شاء الله يا رب. لامي سؤالي لك يا لامي، كم يحتاج الأهالي يعني في صعوبة بالطريق علشان لو يروحوا مثلا يسعفوا مريض، كم أجرة السيارة سيارة الإسعاف عشان يوصلوا؟ 20,000. كم؟ 25,000. 25,000. 20,000 صحيح، إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال، إجابة صحيحة. الله يبارك، شكرا لك. عفوا. طيب إذن تابعنا، نروح اتصال آخر. ألو ألو. أيوة ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من معنا؟ نوال محمد. نوال. نوار محمد. نوار. أيوة محمد عبد الله. تمام، أنا نطقت اسمك صحيح نوار. أيوة محمد عبد الله. اليوم اكتشفنا أسماء مميزة في اليمن، لامي، نوار. أيوة. إيش معنى اسمك نوار؟ والله للآن عاد إني اكتشفت. طيب ما يا جماعة ما يجيش عندكم فضول تسألوا يعني إيش معنى الاسم؟ ما فيش صح. والله ما مش عارف للأسف. حتى أنا ما يعني صح، ما حدش عارف إيش معنى اسمه. نحن شعب يتعايش مع كل شيء صح، عادي قدام قدام. أيوة أيوة، بس الأسماء حلوة على العموم. طيب سؤالي لك، من مبنى الوحدة الصحية اللي في المنطقة، من الذي بناه؟ الذي بنى أنتم تبع البرنامج قناة. لا لا لا، نحن ما بنيناش المبنى، نحن ساعدناهم في تجهيز الأدوات داخل المبنى، بس هذا المبنى من اللي بناه؟ هو مبني من قبل كان. برنامج حيث الإنسان. لا برنامج حيث الإنسان. لا البرنامج ما بناش، البرنامج أدالهم المعدات والأدوات، بس هو كان مبني من قبل بس قد كان مهجور وما يقدم شيء خدمة. من الذي بناه من قبل؟ يعني ما أنا ما كتبت هذه المعلومة للأسف، ممكن تغير لي السؤال. والله مني أول رمضان وإني أشارك وتابع ما مسكش معي الخط، اليوم الوحيد اللي مسك معي الخط، ممكن هذه المعلومة ما. طيب طيب نور، طيب أنت من فين، من أي محافظة؟ محافظة الضالع الأزارة. لا لا أنت 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 تتصلي من أي محافظة؟ أي أنت تتصلي من أي محافظة؟ أنا أتصل من محافظة. أيوة من فين؟ من صنعاء. من صنعاء. طيب أنا بغير لك السؤال. أيوة. بساعدك وغير لك السؤال. ما المشروع الذي أيوة قدمه؟ أيوة. طيب أنا بغير لك السؤال. ما المشروع الذي نفذه برنامج حيث الإنسان في المنطقة؟ إيش المشروع اللي نفذناه في البرنامج؟ مركز صحي. لا نحن مش المركز، نحن ما بنيناش المركز. طيب بغير لك السؤال، بجيب لك سؤال ثاني. ما هي الخدمات اللي بيقدمها هذا المركز؟ ايش بيقدم للناس من خدمات؟ الأجهزة والسريرات. ايوه الأجهزة والأسرة، هذا اللي قدمه البرنامج، خلاص نعتبرها إجابة صحيحة. برنامج حيث الإنسان عمل الأثاث والتجهيزات للوحدة الصحية. مبروك لك يا نوار، إجابتك صحيحة، 50,000 أيوة. ريال مبروك. شكرا ألف شكرا. عفوا. اتصال. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ سحر محمد مثنى. سحر مثنى من فين؟ من عدن. خواتم مبارك يا سحر. علينا وعليك ان شاء الله بالخير والعافية يا رب ان شاء الله. بسألك السؤال اللي سألته المسابقة اللي قبل قليل ما عرفتوش. المبنى إيه؟ من الذي بنى هذا المبنى، مبنى الوحدة الصحية في عبواب، من اللي بناه؟ بنى من ما سمعت السؤال، ممكن تعيده؟ مبنى الوحدة الصحية برنامج حيث الإنسان قدم التجهيزات والأدوات اللي فيه. أهل القرية بنوه. من؟ بنوه من قبل أهل القرية.
أهل القرية، أهل المنطقة هم من بنى المبنى. مبروك لك إجابة صحيحة. الله يحفظك، الله يسعدك، خواتم مباركة عليكم. شكرا شكرا شكرا، مبروك لك 50,000 ريال وإجابتك صحيحة، مبروك. الله يسعدك يا رب. مبروك، شكرا. طيب الآن نختار الفائز الثاني وقيمة جائزته أيضا 50,000 ريال، وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار رقم 2، زنجبار إلى زنجبار نزحت أسرة أم سهيل. مبروك للفائز صاحب الرقم الثاني معنا، بسم الله نختار رقم. مبروك للفائز صاحب الرقم 713-609-002. مبروك للفائز صاحب الرقم 713-609-002. مبروك إذا للفائز الثاني، وبعد لحظات سنختار الفائز الثالث وقيمة جائزته أيضا 50,000 ريال، مقدم من برنامج حيث الإنسان. واليوم أيضا عن قصة عباب في الأزارق في الضالع، سيكون لدينا سؤال بإمكانكم المشاركة والإجابة على هذا السؤال من خلال الواتساب، لكن الآن المشاركة متاحة لكم للتواصل معنا على أرقام البرنامج الموجودة على الشاشة. لدينا اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. ألو. 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 أيوة، من معنا؟ ألو. ألو السلام عليكم. هشام. من معنا؟ ألو. أنا هشام عرب. ألو. أيوة. من معنا؟ نجمة. من فين يا نجمة؟ معلم. من فين؟ من أي محافظة؟ معلة. من المعلة. من عدن. طيب يا نجمة، ممكن توطي صوت التلفزيون شوية؟ من معلة. من المعلة. طيب اسمعيني من التليفون نجمة، سؤالي لك يا نجمة، السؤال من فين؟ من الزرق، مدينة الضالع. تمام. السؤال في اي مديرية؟ في اي مديرية في الضالع تقع منطقة عباب؟ انا شوف التلفزيون عندي ما جد واضح، اول احنا في الكهرباء جبني سالك. ايش ما اسمعك؟ بالضالع. في الضالع، ايوه المديرية هي في الضالع، المنطقة عباب في الضالع، بس ايش اسم المديرية اللي فيها المنطقة هذه؟ ما فهمت، جبني سالك لاني اول ما كنت استاذة منك. طيب جيب لي سالك لو سمحت. طيب تابعت انت الفيلم؟ جيب لي سالك لو سمحت. انت لن تسمعيني من التلفزيون والصوت يتاخر وفي صدى وفي قصه. لا جيب لي خيارات. ادي لك خيارات. ايوه. بغير لك السؤال. ايش الخدمات اللي يقدمها المركز الصحي؟ ايش الخدمات اللي يقدمها هذا المركز الصحي؟ غيرت لك السؤال. ايش الخدمات اللي يقدمها المركز الصحي؟ ايش من خدمات؟ الخدمات. ايوه. خدمات من شان الامراض والممرض اللي خرجت. ايوه، ايش يقدم لهم؟ ايش يعالجوا؟ ايش؟ حلال الامراض هذه اللي انتشرت. الامراض اللي انتشرت الان والبوذا وال يا خالة نجمة. إيه؟ تسمعيني؟ صوتي. أيوة. واضح عندك؟ صوتي واضح عندك؟ أيوة صوتك واضح. كم عمرك؟ كم عمري؟ عمرك أنت كم؟ عمري 30. عمري 30. كم؟ 30. 30. 30. أيوة. تمام. أنا كنت أظن أكبر. طيب. والدف بالمخرج. أيوة. تمام. طيب سؤالي لك الآن، هذا المركز الصحي هو موجود في منطقة يقدم للناس يتعالجوا فيه، إيش يتعالجوا؟ منهم اللي يروحوا يتعالجوا فيه؟ إيش يعني العلاجات اللي يقدمها لهم؟ ما العلاجات اللي يقدمها لهم؟ الأمراض اللي خرجت، حق الكوليرا، حق الأمراض الأوذاء، حق
ايوه، ولو واحد كسر رجله، لو واحد فلات، لو واحد اتعور، ايش يسموه الاسعافة ايش؟ انت اي خطر، اي خطر نتعرض له يقدموا لنا مساعدة، يقدموا لهم الاسعافات الاولية. ايوه. وايش كمان؟ زد في حاجة، النسوان دائما لما ايش يسموه؟ ساعات اولية، مثل ساعات اولية، مثل تعبونا من الاول يصلحون في زمان. الاسعافات الاولية. وحاجة ثانية كمان، لو واحدة حامل ايش؟ حق الولادة، حق الاسعافات الاولية. مبروك مبروك. ايوه، توليد النساء والاسعافات الاولية، مبروك لك 50,000 ريال، اجابة صحيحة، مبروك. ايوه حق الولادة، مبروك لك يا نجوى، مبروك، الاجابة صحيحة، والصوت يتأخر لأنه الصدى مفتوح شغال. وخواتم مباركة، مبروك لك 50,000. يلا شكرا. عفوا. اتصال آخر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك عبد الفتاح محمد حزام الحاج. عبد الفتاح محمد حزام، من فين عبد الفتاح؟ أنا من تعز بس حاليا في صنعاء. أهلا وسهلا بك. أيوة أيوة معك. طيب عبد الفتاح، سؤالي لك، في أي مديرية في الضالع تقع منطقة عباب؟ في أي مديرية؟ في الأزارق. في الأزارق، إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال، إجابتك صحيحة. يلا سلام يا أستاذ سامي، حياتك مباركة. على الجميع إن شاء الله، شكرا جزيلا لك. طيب نروح نختار الفائز الثالث، مبروك لك، إجابتك صحيحة. نختار الفائز الثالث عن سؤال أمس، والإجابة الصحيحة كانت الاختيار رقم 2، ونختار الفائز الثالث. بسم الله، مبروك للفائز صاحب الرقم 7736820104، مبروك للفائز صاحب الرقم 7736820104، مبروك 50,000 ريال. الآن نذكر بالأرقام الفائزة الثلاثة معنا عن سؤال أمس، والأرقام معكم على الشاشة. تمام، مبروك للفائزين الثلاثة وهم 7732030597، مبروك للفائز الثاني 7136009002، والفائز الثالث 7736820104. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. لدينا اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك جلال حميد داود. جلال. ايوه. من اي محافظه يا جلال؟ من محافظه عمران. من عمران، حياك يا جلال. جلال، الله يحييك انت. حياك يا حبيبي. تابعت الفيلم انت اكيد. ما هي الامراض التي تعاني منها منطقه عباب؟ تعاني من سوء الطالية. يا سلام عليك. أيوة أخسامي. أيوة سوء الطالية. أيوة والتوليد. أيوة وسوء الطالية والتوليد ولا تلوث المياه. تلوث المياه والحميات أيضا. إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000. شكرا شكرا يا عمسامي، شكرا الله. شكرا لك، مبروك لك. اتصال آخر. ألو. ألو السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. من معنا؟ معكم أم صالح من لحي. أم صالح من لحي، أهلا بك أم صالح. أهلا وسهلا يا أم صالح. أيوة. هذا المركز الصحي، ايش الخدمات اللي بيقدمها للناس؟ يعني يقدم الاسعافات الاوليه. أيوة. والرعايه للحوامل، مثلا يعني الولادات اذا حصل نزيف لا سمح الله او شيء، ومساعده الاطفال اللي هم اصحاب سوء التغذيه.
شكرا جزيلا لكم صالح، واجابتك صحيحه ومبروك لك 50,000 ريال. شكرا لكم، فواتكم مباركه على الجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. والان مشاهدينا نعرض عليكم سؤال حلقه اليوم، وهو من قصه عباب في الازارق بالضالع، والسؤال يقول: كم عدد المستفيدين من المشروع في المنطقة؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 3,000 نسمة، الاختيار الثاني 5,000 نسمة، والاختيار الثالث 6,000 نسمة. فقط أرسلوا رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة، 1 أو 2 أو 3. إذن أرسلوا فقط رقم الإجابة، وغدا سنجري السحب ونختار 3 فائزين، وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان. كونوا بخير. انظر من قلبك سترى نفسك في الغير، وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا حيث هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.